عندي سؤال. اتفضلي يا فندم. المفروض ان اليومين دول الجو حر قوي، فانا عايزه اعرف هو في دعاء للحر ده، وهل احنا ربنا بيجازينا على الحر ده، ولا ده عقاب لينا من ربنا، ولا ده ايه بالظبط؟ حاضر يا أستاذة دعاء، حاضر، ربنا يحمينا جميعا ويحميكي، شكرا جزيلا يا فندم. تفضل يا دكتورنا، جاوب جاوب استاذ كيفما عمر تحب، ولا الاستاذ دعاء؟ اللي حضرتك شايفه مناسب. الله يبارك فيك. خلينا ناخد من الاخر. الاستاذه منى بتقول هل في دعاء، ويعني الحر طبعا هو اذا اشتد الحر فهو من نفس جهنم، تمام. واذا اشتد البرد فهو من نفس جهنم. اشتكت النار الى ربها فاذن الله سبحانه وتعالى لها بنفسين، هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، أيوة. واشد ما تجدون من الحر من نار جهنم. جميل. وده لعله فيه اشاره ان احنا نتعظ، وان احنا أيوة. اذا كان في حر بالشكل ده، طب حر الاخره هيبقى عامل ازاي؟ واحنا لسه بنتكلم وبنقول ان الشمس بعيده عننا 150 مليون كيلو متر، والشمس في الاخره هتبقى تدنو من الرؤوس، او هتبقى على بعد 4 كيلو متر. لا إله فلازم إلا الله. احنا نتعظ، أيوة. ولازم احنا لازم ناخد بالنا، عاوزين حاجه تنجينا من حر الاخره، تمام. وتظلنا بظل الله سبحانه يا رب. وتعالى يوم القيامه، يوم لا ظل الا ظله.